هو إيه معنى الفراق؟ يعني روح بتروح وتاخد ذكريات. طب وإيه معنى الحنين؟ يعني شيء وحشك قوي مع إنه مات. طب وإيه معنى الحياة؟ الحياة حلم إن بكرة يبقى غير كل اللي فات. طب وإيه معنى الغياب؟ إن ألف مكان بيفضى كل قلبك ذكرى فيه. طب وإيه معنى الوداع؟ يعني واحد حب حاجة وفجأة راحت من إيديه. طب وإيه معنى الوجع؟ يعني واحد نفسه يشكي بس مش قادر بجد. طب وإيه معنى السعادة؟ هي إنك تبقى مش محتاج لحاجة وتبقى مش مستني حد.